هدف هذه الشراكة؟ أولاً استفادة من البرنامج بالكامل، برنامج كوتشين كاتشو إيطاليا، والاستفادة من خبرات المدربين الكبار الإيطاليين أو سواء في أوروبا بالأكمل، وأيضاً استفادة من التجارب في بعض الأندية في أوروبا. كما نعرف أن البرنامج هذا لديه 46 شريك في أوروبا، أندية الكبار التي تستعمله كأرسنال، بنفيكا، أياكس ويوفنتوس، والمشاركة في منافسات ذات مستوى عالي في أوروبا، والاحتكاك باللاعبين والترسيخ الذهنية الاحترافية مع اللاعب الشاب الجزائري.